ده بيكون السخان، تمام؟ هنا بيشتغل على 220 فولت على الفيشة العادية، يعني بيشتغل نفس نظام السخان الغاز كده، مجرد ما بنشغل كده بيشتغل معانا الحرارة، مش تانك تخزين يعني، هو استنى بس بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق بتسخن المية على طول وتطلع مية سخنة معاك على طول، موفر في الكهرباء. بس واحنا بنركبه لازم تكون السلوك محملة زي كده، زي ما حضراتكم شايفين السلك تخانته عاملة ازاي.